أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين، نريد أن نكمل نقطة هامة تحدثنا عنها في الدرس السابق ولم نتناولها بالشرح والتفصيل. هذه النقطة هي أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، وهو راجع من هذه الجنازة بدأ المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. اليوم ده كان يوم الاثنين، يعني قبل أسبوعين تماما من وفاته صلى الله عليه وسلم، أصابه صداع شديد في رأسه وارتفعت درجة حرارته جدا حتى ربط عصابة على رأسه، وكان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يشعرون بالحرارة من فوق العصابة. سبحان الله، كان مرض فعلا في منتهى الشدة. ورجع البيت صلى الله عليه وسلم، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تشعر هي الأخرى بصداع في رأسها، فلما شافت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ورأسه، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. لعلها المرة الأولى في حياتي صلى الله عليه وسلم التي لا يلتفت فيها إلى مرض السيدة عائشة رضي الله عنها لشدة مرضه هو صلى الله عليه وسلم. دي كانت البداية، ومع مرور الوقت اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كعادته ينتقل كل يوم من بيت زوجة إلى أخرى بحسب دورهن، لكنه مع اشتداد المرض عليه أصبح من الصعب عليه فعلا أن ينتقل بين الحجرات، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستقر في بيت إحداهن إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يستقر في بيت أحب زوجاته إلى قلبه، السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، لكنه استحيى صلى الله عليه وسلم أن يطلب ذلك من زوجاته لئلا يكسر نفوسهن، فكان يقول صلى الله عليه وسلم أين أنا غدا أين أنا غدا، حتى جاء يوم عائشة فسكن صلى الله عليه وسلم. ففهمت الزوجات ومن أدبهن وحبهن له أذن له بالبقاء حيث يحب، فبقي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة من يوم 5 ربيع أول إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، يعني أسبوع كامل. في هذا الأسبوع كان لا يقوى صلى الله عليه وسلم على المسير، فكان يتحامل على الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وكانت قدماه كما تقول الرواية تخط في الأرض لا يقوى على المشي، وكان صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه، وقضى هذا الأسبوع الأخير كما ذكرنا كله في بيت عائشة رضي الله عنه وارضاه. كان صلى الله عليه وسلم بالكاد في هذا الأسبوع يتكلم بصعوبة شديدة، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على رسول السلام وهو يوعك وعكا شديدا، فيقول عبد الله فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. في يوم الأربع 7 ربيع أول سنة 11 هجرية قبل الوفاة 5 أيام ارتفعت درجة حرارة الرسول صلى الله عليه وسلم جدا جدا، واشتد ألم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أغمى عليه أكثر من مرة. في أحد هذه المرات أفاق وأراد أن يخرج إلى المسلمين حتى يوصيهم، فما استطاع أن يتحرك صلى الله عليه وسلم، فقال لأهله هريقوا علي 7 قرب من أبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. من شدة الحرارة مش قادر يتحرك، فبيقول لهم صبوا علي الماء، فصبوا فعلا عليه الماء واستمروا في ذلك حتى طفق يقول صلى الله عليه وسلم حسبكم حسبكم، وشعر عند ذلك صلى الله عليه وسلم بنشاط، وقام فعلا إلى المسجد وهو معصوب الرأس، وصعد المنبر واجتمع الناس حوله ينتظرون ما يقوله في هذه اللحظات الصعبة، وكان صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة لا يمتنع عن مقابلة الناس ولا يمتنع عن الصلوات في المسجد مع شدة تعبه صلى الله عليه وسلم. قام وخطب في الناس كما جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وطبعا كانت إشارة شديدة الوضوح باقتراب أجله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلاما عجيبا بعد ذلك، سبحان الله، عرض نفسه للقصاص، قال من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه.
يقول ذلك صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يظلم في حياته قط، بل كان دائم التنازل عن حقه وما غضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك وهو الذي كان يحب الرفق في كل شيء، وهو الذي لم يتلفظ بفحش ولا سوء ولا طعن حتى في أشد مواقف حياته الصعوبة صلى الله عليه وسلم. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالأنصار فقال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، يعني خاصتي وموضع سري، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كلاما مؤثرا غاية التأثير، قال كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم لبكاء الصديق رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري: فعجبنا له. قال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يقصدون أبو بكر الصديق، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. الصحابة يا إخواني لم يدركوا في هذه الساعة ولم يتخيلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المقصود بالتخيير، ولكن الصديق رضي الله عنه بما له من حس مرهف وعلم واسع أدرك ذلك الأمر فبكى رضي الله عنه وقال: فديناك بآباء وأمهاتنا. يقول أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وفي رواية: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وانتهى صلى الله عليه وسلم من هذه الوصايا المؤثرة وعاد إلى بيته في ذلك اليوم. في يوم الخميس الثامن من ربيع أول، يعني قبل الوفاة بأربعة أيام، حدث موقف هام. الموقف ده في البخاري برواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما اشتد به الوجع: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. البيت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه مجموعة من الرجال، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مريض مش قادر يتكلم ومش قادر يتحرك، فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غالبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى ألا داعي لإرهاق رسول الله بالكتابة، وقد حفظ الله عز وجل لهم القرآن. لكن بعض الصحابة اعترضوا على ذلك وأرادوا أن يكتب لهم رسول الله الكتاب الذي يريد. اختلف أهل البيت واختصموا وكثر اللغط وارتفع الصوت. لما حدث ذلك قال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. طبعا يا إخواني من الواضح أن رسول الله لم يكن يرى أن كتابة هذا الذي كان يريد كتابته أمر واجب ضروري، إنما هو أمر اختياري تقديري، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد كده أربعة أيام ولم يطلب الكتاب مرة أخرى ليكتب، ولو كان ضروريا لأمر به صلى الله عليه وسلم. لكن على الرغم من أن كتابة الكتاب لم تكن أمرا حتميا، إلا أنه كان بغرض الإيضاح وكان فيه خير ما، لكن منع المسلمون هذا الخير. ليه؟ بسبب اختلافهم وكثرة لغطهم. الاختلاف دوما يا إخواني يمنع كثيرا من الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بهذا الخير الذي كانوا سيحصلونه في سبيل أن يمنع عنهم التنازع، وحدتهم كانت مقدمة عنده على ما دونها من مصالح. في اليوم ده برضو 8 ربيع أول سنة 11 هجرية، أوصى صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا. قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. والوصية الثانية: وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، يعني أعطوا الوفد جائزة كما كنت أعطيهم، يعني أكرموهم أحسنوا ضيافتهم. أما الوصية الثالثة فنسيها أحد رواة الحديث واختلف العلماء في تحديدها، بعضهم قال القرآن، بعضهم قال بخصوص تجهيز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، بعضهم قال الصلاة، يعني الله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم حتى ذلك اليوم وبرغم مرضه يصلي بالناس كل الصلوات، فصلى بهم في ذلك اليوم الصبح والظهر والعصر، وبعدين صلى بهم المغرب وقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم.
وقد ثقل عليه المرض جدا يا إخواني ويا أخواني، ما قدر على أي حركة. فسأل وهو شبه غائب عن الوعي، كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أصلى الناس، يقصد صلاة العشاء، وصلى المغرب ورجع أغمى عليه أكثر من مرة ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قال الصحابة: لا، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب، مكان بيغتسل فيه صلى الله عليه وسلم، أراد الاغتسال لتخفيف درجة الحرارة عشان يقدر يقوم لصلاة العشاء. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء. يعني إيه ذهب لينوء؟ قام بجهد كبير ليذهب للمسجد، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال المرة الثالثة: يا إخواني وأخواتي، ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه للمرة الثالثة ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. سبحان الله. أرأيتم يا إخواني وأخواتي الحرص على صلاة الجماعة، الحرص على الذهاب إلى المسجد مع هذا المرض الثقيل وهذا الإغماء المتكرر. والله يا إخوتاه، يا حسرتاه على أقوام أصحاء يتخلفون عن صلاة العشاء وغيرها من صلوات الجماعة والمساجد على بعد خطوات معدودات من بيوتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذه المحاولات المضنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك أنه لن يستطيع الخروج لصلاة الجماعة وللمرة الأولى في حياته صلى الله عليه وسلم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش قادر يتحرك، لكنه ما زال حريصا على أمته حتى في أشد حالات مرضه صلى الله عليه وسلم، ما زال يردد: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ تقول عائشة رضي الله عنها: والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الأخيرة. في الوقت ده قرر صلى الله عليه وسلم أن ينوب عنه واحد من المسلمين لإمامة المسلمين في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. السيدة عائشة خافت أن يتشائم الناس بأبيها لو وقف مكان الرسول عليه السلام، فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف، وفي رواية رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. فأصر صلى الله عليه وسلم على اختيار أبي بكر لهذا الأمر، فأعادت عليه عائشة رضي الله عنها ومن معها من أمهات المؤمنين الاقتراح بتغيير أبي بكر، وفي رواية أنهن أشرن بإمامة عمر رضي الله عنه. لما الأمر تكرر 3 مرات غضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وبالفعل صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس صلاة العشاء للمرة الأولى في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. كان اليوم ده يوم الخميس 8 من ربيع أول سنة 11 هجري. في يوم الجمعة صلى أبو بكر جميع الصلوات بالمسلمين وخطب بهم الجمعة في ذلك اليوم أيضا، ولم يستطع صلى الله عليه وسلم الحركة مطلقا في ذلك اليوم. وكان مما أوصى به في ذلك اليوم ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. في يوم السبت أو الحد 10 أو 11 من ربيع أول صلى أبو بكر جميع الصلوات بالناس، لكن حصل أمر في صلاة الظهر. أثناء صلاة الظهر وأبو بكر بيصلي بالناس، شعر صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقرر ألا يضيع الفرصة، حاول يصلي الجماعة مرة تانية. خرج يهادى بين رجلين، العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ورجلاه كما تقول الرواية تخطان في الأرض، حتى وصل به إلى الصف الأول. طبعا أبو بكر بيؤم الناس في ذلك الوقت. لما أحس أبو بكر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه من ناحية اليسار، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في موضع الإمام. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا لا يستطيع القيام، وأبو بكر يصلي بصلاته ويرفع صوته فيصلي الناس بصلاة أبي بكر. مجهود هائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوت صلاة واحدة مع الجماعة وهو يستطيع، مع أنه قد وصل إلى هذه الحالة
التي وصفنا من التعب والمرض والإغماء. في يوم الأحد 11 من شهر ربيع أول، يعني قبل الوفاة بيوم واحد، صلى أبو بكر بالمسلمين كل الصلوات، وتخلص صلى الله عليه وسلم من كل بقايا الدنيا التي عنده على بساطتها وكلتها، أعتق ما تبقى من غلمانه، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، سبحان الله، ووهب للمسلمين أسلحته، ولم يترك في بيته عند موته من الطعام إلا قليل القليل. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. يقول أنس رضي الله عنه: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، يعني كل بيوت صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها الطعام الذي يكفيه. ثم جاء يوم الاثنين 12 من شهر ربيع أول 11 هجري، وهو اليوم الذي شهد أعظم مصيبة في تاريخ البشرية. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه صلى الله عليه وسلم، يوم أن هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشتان يا إخواني وأخواتي بين بداية هذا اليوم وبين نهايته. فأول اليوم ده صلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صلاة الصبح بالناس. الصلاة ديت كانت الصلاة 17 التي يصليها أبو بكر بالناس في وجود رسول صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان أبو بكر يصلي بنا في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، ينظر إلينا أثناء الصلاة. رسول الله عليه وسلم كشف الستارة ونظر إلى الصحابة رضي الله عنهم أرضهم وهم يصلون، ثم تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم سعيد برؤيتهم يصلون مجتمعين وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول أنس: فهممنا أن نفتتن من الفرح. تخيل هم الصحابة أن يخرجوا من الصلاة، هممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، يعني بدأ يتراجع عشان يدي فرصة صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الإمامة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر. ما كانش قادر يقوم يصلي معهم، ولم يأتي عليه في الدنيا صلاة أخرى صلى الله عليه وسلم. لما ارتفع الضحى من ذلك اليوم دعا صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها، ثم أسر في أذنها أمرا فبكت بكاء شديدا رضي الله عنه وارضاه. قال لها: لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. فلما رأى صلى الله عليه وسلم بكاءها قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، وفي رواية سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت رضي الله عنها وأرضاها، وفي رواية أنه بشرها بأنها أول أهل بيته موتا بعده صلى الله عليه وسلم. لكن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تشاهد الألم والمعاناة التي يشعر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذلك دفعها إلى أن تقول: وكرب أباه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنها قائلا: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وصدق صلى الله عليه وسلم، كيف يشعر بالكرب من رأى مقعده من الجنة وهو حي على وجه الأرض. الرسول عليه السلام يا إخواني كان يقول قبل ذلك، قبل أن يمرض، إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، والحديث البخاري ومسلم، أن يخير بين الموت وبين البقاء في الدنيا. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول، وأيضا هذا الكلام في البخاري، تقول: لما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، يعني نظر إلى السقف وكأنه يرى مقعده من الجنة، وكأنه يعرض عليه التخيير في هذه اللحظة، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، فاختار لقاء الله عز وجل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح، يعني أي في زمن صحته صلى الله عليه وسلم، لو أمر التخيير. نسأل الله عز وجل
بأنه كما آمنا برسولنا صلى الله عليه وسلم ولم نره، ألا يتركنا سبحانه وتعالى حتى يدخلنا مدخلة، وأن يجمع بيننا وبينه على حوضه فيسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أبدا. اللهم آمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.